استاذ باتريك، قد ايه حد الساعه لبنان تكلف مليارات دولارات لكلفه الايواء والنزوح السوري؟ لك النزوح السوري الى لبنان اكيد كان عنده كلفه، وكلفه هلا نحكي عنها مرتفعه، بس كمان خفف من مشاكل او من وطأة الازمه اللي كان عم يقطع فيها لبنان. وبرجع رح ارجع اوضح كيف بعد شوي، بس بما هلا عم نحكي فقط عن الكلفه، تقريبا بحسب تقديرات البنك الدولي بدراسه عملت بتعاون مع لبنان ومع منظمات اخرى، كلفه على الاقتصاد اللبناني كانت بين 2-3.5% سنويا على الناتج المحلي. اذا كان الناتج المحلي عندنا 50 مليار تقريبا، كانت كلفتها بالسنه علينا بين المليار مليار ونص دولار سنويا. اليوم مع ناتج محلي كثير صغير حوالي ال 20 مليار تقريبا، كلفتها بتقولي حوالي 500 مليون دولار بالسنه. طبعا هدول بتجمعيهم منذ بدايه الازمه لليوم بيطلعوا محرزين. في كثير اراء عم تنكب عن كلفه النزوح السوري، شيء مضخم شيء مصغر، وحقيقه صعب الواحد يقفر قديش نازحين هن هي الكلفة عائدة لألون. لأنه نحن وقت بلشت الحرب بسوريا تأثير الحرب على لبنان كان كبير، بس مش حصرا من تأثير مباشر وتأثير غير مباشر. إذا بدك في تأثير كمان بر الاقتصاد اللبناني من خلال مثلا النقل. نحن لبنان يتاجر وعنده تجارة، كانت خطوط النقل كلها تقطع بسوريا تروح على الخليج وعلى البلدان المجاورة. هيدي كلها تفكرت وقت الحرب وتعرقلت وصار في أكلاف أعلى، الواحد بده يشحن بالبحر وبده يبرم، وبالتالي أو حتى اللي عم بيقطع من سوريا كمان صارت الكلفة أعلى كرمال التأمينات وكل هالقصص. بالتالي في جزء من ال من 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 تأثير الأزمة السورية على لبنان ما له علاقة بالنازحين، سلك التجاره هي كان عم له اثر كبير صراحه على البلد كتداعيات حرب على لبنان. نعم صحيح، هي تداعيات. مشان هيك نحط كل الحرب على اللاجئين، انا برايي فيها شويه تضخيم، مش معناتها انه اللاجئين ما عندهم كلفه. بس معقول استاذ باتريك لهلا كحكومه او كجهات رسميه ما عندنا ارقام واضحه قد ايه التكلفه بغض النظر عن تداعيات الحرب، عم نحكي ككلفه نزوح؟ ايه صحيح، في كثير انا برايي في كثير شعبويه بتتعاطي بهذا الموضوع، في ارقام بتنشلح، يمكن الهدف منها بس نفاوض الاوروبيه ليدفعوا لنا اكثر او اقل، بتصور هذا هو الهدف الاكثر من وراها يعني، بس ما صار في دراسه معمقه وحقيقيه. النازحين عندهم تاثير، انا قلت لك الحرب السوريه عندها تاثير في التجاره، عندها تاثير باول الحرب كثير اثرت لنا على السياحه بالبلد، صاروا الناس خايفين، عرفتي؟ كثير اثرت لنا على الاستثمار، بس شو بدنا من هدول؟ اذا بدنا نحكي بس عن كلفه النازحين السوريين، في كلفه لها علاقه طبعا بالكهرباء، اللي هي انه اليوم لبنان بيبيع كهربته بخساره، وبالتالي اذا بتجيبي له مليون زبون جديد بدهم يشتروا كهرباء، بيبيعون كهرباء بخساره لانه لبنان بيبيع كهربته بخساره، رح يزيدوا لك الخساره عليك. نفس الشيء يعني على البلد تحكيه بشكل عام، معالجه الانفاق الصلبه لبنان بيعالجها بخساره كمان، يعني الدوله اللبنانيه بتدفع عليها بدل ما هي تفوت لها مردود. طيب المليار يورو اللي قبضناه قد ايه نسبيا يساهم فعلا بتغطيه هذه الكلفه؟ بس اذا بيعطونا 20 مليار مش مليار رح يروحوا مطرح ما راحوا ال 80 مليار تبع المودعين. نحن مشكلتنا بالبلد انه اي دولار اداره هذه عم 100%. نحن اليوم اكيد انه فينا نحول اللجوء السوري بلبنان من نقمه الى نعمه، مش بس عن طريق المصاري اللي بتفت لنا، عن طريق اداره كل هالموضوع بشكل موضوعي اكثر. للاسف الشديد منذ بدايه الازمه لحتى اليوم، وهلا اليوم تجددت هيدي الابيتايت، هدفهم الشباب بس انه يشلحوا الاوروبيه او يجيبوا مصاري لكرمال ما نعرف وين يروحوا هيدي المصاري، وبالتالي انه اذا عطونا مصاري عليهم، عطونا مليار ولا 100 مليار، ما المصاري رح تختفي، انه ليكين اللي برع 80 مليار دولار اموال المودعين رح يتشابك بمليار او مليارين او 10 مليار دولار جايين من المسحين. صحيح. نحن بنعرف كيف راحت اموال النازحين اللي اجت باول الازمه، يعني اللي هو ثلاث، في جزء منه وصل من الجمل ابنه الاشياء اللي راحت للحكومه كلها، في مساعدات عينيه راحت مباشره للنازحين، فعلموا لهم اولادهم بالمدارس، دفعوا لاساتذه المدارس، دفعوا للمدارس، هدول بيقولوا انه على اي الاستاذ قبض، عرفتي؟ الاجارات اللي اندفعت بتقولي انه والله من المأجر وللسوري قبض، بس انه كل المصاري اللي فاتت بالدوله ما بنعرف شو مش عارف كيف، وبالتالي الموضوع مش موضوع مادي ومش موضوع النزوح، الموضوع موضوع سوء اداره. بس شوف اذا الاوروبي هالمره رح يكون عنده المراقبه المفروضه. ليكي ما بتصور بهمهم يراقبوا، يعني بهمهم اذا بيسكتوا لبنان عنهم بكم مليار دولار، وين بيروحوا المصاري، المهم نضبطهم شوي لحدود. طيب. بتصور هذا هو التوجه العام، ما في توجه لتحفيز، وانا حدا هذا مشكلتنا نحن مع الطرح اللي عم بيطرح حاليا،
انه ضخ المصاري راح يروح لنفس الطبقه الفاسده، بنعرف انه ما راح توصل المصاري للمحل المضبوط، لانه نحن ما عملنا الاصلاحات اللي لازم نعملها. يعني خلي موضوع بسيط اللي هو الكهرباء اللي هو كثير مرتبط بالناس، هيك هيك انبسطوا فيها للمليار. ايه هن 100% شو اشتون رزقة جديدة. للأسف الشديد يعني الموضوع أنا برأيي الموضوع عم بيتم التعاطي معه بهيدي الطريقة. في كتير طبعا تهويل، وفي كتير رعب على المشاعر، وفي كتير إذا بدك شحن عواطف كرمل هذا الموضوع. بس أنا برأيي بآخرة النهار هن بدهم يشوفوا قديش فيهم ياخذوا مصاري أكثر على هذا الملف. صحيح. مثلا حيالة شركة اليوم يعني إذا ليه ما بيتم التعاطي، يعني إذا بنطلب من الأوروبا هالمليار مثل ما عم تعمل على الأقل تركيا، يعني نحن عم نتحمل العدد الأكبر نحن والأتراك. إذا بنشوف قدي أتراك عم تاخد من هذا المجتمع الدولي ومقارنة على اللي دفع على لبنان. بس للأسف بالبلدان المجاورة يا عزيزتي المصاري بيضل يوصل منا شيء للشعب. عندنا المصاري بتفوت على الصندوق بس ما نعرف كيف تطلع منه. عم نرجع على هاي المشكل. هو نرجع موضوع الفساد. رح اعطيكي مثل كثير بسيط. حيالة شركة بيجيها عامل النزوح السوري مليونين بغض النظر قديش الرقم. حيالة شركة بيجيها مليون زبون جديد. لازم هيدي الشركة هو بتصير باللوج، ما هيك يجيها مليون زبون هو اللي رح يدفعوا هو اللي رح يصرفوا، وبالتالي مفترض يزيدوا مداخيلها. شركة الكهرباء بلبنان اجاها مليون زبون جديد، زادوا خسائرها لأنه عم تبيع كهربتها بخسارة. صحيح. وبالتالي المشكل من وين؟ المشكل منا ما أنا عم ندير الكهرباء، عم نبيع الكهرباء بخسارة، عم يكون فيها كثير هدر. يعني نحن اليوم بلبنان في مشكلة. هلا لفقنا ندفع المخيمات. قبل النازحين السوريين، وحتى لو دفعوا الفاتوره، من انا اللي احنا الفاتوره اليوم بتكلف الدوله اللبنانيه اذا بتاخذي بعين الاعتبار هذا اللي عم بيصير، بتكلفهم 50 سنت، نحن عم نبيع باقل بكثير من 50 سنت للكهرباء، وبالتالي حتى لو دفعوا رح اخسر عليهم، سوء اداره وما فيك تفعليها ب 50 سنت لانه 50 سنت في بقلبها اكليف بسبب عدم كفاءه كهرباء لبنان وسوء التعاطي لهذا الموضوع، في اكليف ما مفترض تكون موجوده، وبالتالي بدل ما نعمل اصلاحات نخفض نفقاتنا بكهرباء لبنان ونرشد موضوع معالجه النفايات، ونرشد كل هالمشاكل اللي عم يقطع فيها البلد، اللي كانت موجوده قبل النزوح السوري وتضخمت مع النزوح السوري، بدل ما نعالج هذه المشاكل عم اذا بدك نطلع عم نجرب نخلي العالم نلهيهم انه يلحق على السوريه، خي ما انا عندي مشكل بلد قبل السوريه ومضبوط مع السوريه كبير، بس انه حتى لو وديت السوريه رح يضل عندي مشكل كهرباء بالبلد، رح يضل عندي مشكل مي، رح يضل عندي مشكل سوء معالجه النفايات، فاولا نحلها هلا وهلا بما انه رح يجي مصاري، خلينا نشوف هذه المصاري كيف بدنا نحل مشكله الكهرباء والمي والنفايات اذا بده يجي مصاري على هذا الموضوع، بنحلها وانس اند فور اول، نحن هيك تنكون على اللي استفادنا من بيستفيد منها اللبناني والسوري. استاذ باتريك نعم تفضلي. بدي اشكرك على هذه المداخله. اذا المصاري بدها تيجي لنفس ما راحت قبل هدر وفساد مثل ما انه مبين هلا يعني بتكون بعدنا محلنا بتكون مصير هيدا المليار وما عم ناخذ المردود. نعم شكرا لك استاذ باتريك على هذه المداخله.